السلام عليكم. اليوم نروح لولاية القالة لنعود إلى مشروع تاع التحلية نتاع مياه البحر الواقع في منطقة كدية الدراوش بالساحل البحر المتوسط، واللي المشروع هذا ناقف على وضعية الأشغال والوتيرة نتاع التقدم. وكذلك نذكر أنه هذا المشروع هو يدخل في إطار برنامج عام لإنشاء عدة محطات لتحلية مياه البحر وبسعة 300,000 متر مكعب يوميا، ويدخل كما قلنا في هذا البرنامج الضخم لتحلية مياه البحر، واللي سوف يعطينا حرية في توفر مياه الشرب، بالإضافة إلى الإمكانيات نتاع الأمطار والمياه تاع السدود والآبار في الجنوب. إذا خليكم تابعوا هذا الفيديو بما يخص محطة تحلية المياه البحر في ولاية الطارف، والسلام عليكم. يتربع مشروع محطة تحلية مياه البحر هذه على مساحة 11 هكتارا. مشروع تنموي بقدرة إنتاجية تصل إلى 300,000 متر مكعب يوميا من المياه المحلات. يتم إنجاز هذا المشروع في حوالي 25 شهر، وقد تمت بداية بعث المشروع في بتاريخ 29 نوفمبر عام 2022. نسبة الإنجاز حاليا حوالي 24.68%. اقتراني حاليا بليل ونهار 3 فوا 8. سيتم إتمام المشروع في شهر ديسمبر 2024. هذا وتسعى الشركة المنجزة الخاصة بربط محطة تحلية المياه من جهتها برفع التحدي من أجل إتمام الأشغال توازيا مع انتهاء إنجاز أشغال المحطة. وإحنا كمسير للشبكات رايحين إن شاء الله يا ربي بعد ما نستلموا نهائيا هذا المشروع اللي رايح يزود ساكنة عنابة ب 160,000 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب المحلات، رايح يزود أيضا ولاية الطارف ب 80,000 متر مكعب، يزود ولاية قلمة أيضا ب 40,000 متر مكعب، وأخيرا يزود ولاية سكيكدة ب 20,000 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب. أول محطة بعد تحلية مياه البحر عن طريق الربط بالقنوات هي الخزان ذو سعة 50,000 متر مكعب، مكلفين بالمراقبة اليومية والآنية عن الإمكانيات. مشروع استراتيجي بالشرق الجزائري سيسمح بتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب. شبابنا عندهم أمل كبيرة لتوفير يد العاملة والقضاء على البطالة. إن شاء الله راح يكون مشروع تنموي اقتصادي هام للولاية وحتى الولايات المجاورة. يعني محطة لتحلية مياه البحر بكدية دراوش بالطارف ستساهم في توفير المياه الصالحة للشرب بشكل دائم إرساء للأمن المائي بالشرق الجزائري.